اخو العريس على دماغي. ايوه احلى خوجة. صب عليك يا خواجة بوتشر، صب عليك الفين الاردن واحلى بشار بالست عريس. نسمع ونروح. الله الله الله. محمد بن مجدي، احلى محمد بن مجدي في مصر كلها المحترم. صب عليك يا باشا يا عمدة اللي مالوش ريس. خلصانة ريس حمولة ابو هلال. ها خلصانة بلمونة مش قادر اقول لك قلبي. الناس زي الصوابع لما تبص بشمالك هتلاقي راجل كبير. قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش، عن الباب مفتوح. انا اسف لحضرتك، زي ما قال عم الحاج علي والنبي ابو حمصة بعد اذن معاليك، عايزين تشريفة باسم معالي الوزير احمد بيه عبد ودود زلمة عم العريس. زي ما قال عم الحاج علي، تشريفة جميلة باسم معالي الوزير احمد عبد ودود زلمة. بتصب عليه عم عريس الليلة. تحية جميلة، تحية طيبة معالي الوزير احمد باشا عبد ودود زلمة عم العريس، اللي بيقول مليون مبروك لابو عريس الليلة. سلسلة تخلية حرس سلاح يا عم. معالي الوزير احمد باشا عبد ودود، اللي بيقول ابو عريس الليلة عم العريس، وكلها بالحب. والنبي حرس سلاح احمد باشا عبد الرحيم بن حييد. حياة جميلة احمد بيه عبد الرحيم وبشوات مصر بنحييهم تحية جميلة. حرس 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 البحث الجنائي وحكومة البحث الجنائي احمد بيه عبد الرحيم بنحييه تحية جميلة زي ما قال ابو عريس الليلة. واسف واعتذار لنجم مصر النجم محمد مزيكا. تمام يا باشا معالي الوزير، بنصب عليك ابو المزازيك وكله تمام. ميت العامل بنصب على سعادتك، تحية جميلة لكل حاسب بس الورقات. تعالى بعيد عن اللي انت عايز اعمله. تحية جميلة لكل اخواتنا، تحية جميلة كله من داخل مكتب حفلات الدولة. حمودة ابو هلال، عم حمودة ابو هلال بتصب عليه. لا 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 لا. يا كل كل ماشي يا عم محمد. قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش، أنا الباب مفتوح وعمري ما قفلتوش. يا سابر الستر يسترها ما تفضحهاش، من غيرك انت ابدا ما تحوجناش. الحق يعلى واحنا عن الحق ما نعلاش، يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش. زي اللي قبلنا ما قالوا العين عن الحاجب، العين عن الحاجب ايه؟ ما تعلاش. اذا كنت بتحب تتحظ اتحظي بس لازم، اذا كنت بتحب تسمع عب سلام لازم تكون حساس. فتش على روحك على روحك قبل ما تفتش يا ودع الناس، وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس. واللي ما ترضكش على روحك ما ترضكش يا ودع الناس. كلام هقوله يا قلبي مثل عامل اجدع ناس. الراجل الجدع يسمعنا سقفة محبة في رسول الله. يا سلام عليك يا الزمن. مولانا اكتكوت. سلام عليك يا زمن بتمد عنا الحلوين، بترفع رخص التمن وبترخص الغاليين. بيقولوا الصبر حلو ودحنا يا زمن صبري، احنا عبيدك يا رب والغيرك هنشكي لمين.
دلوقتي اجي اللي نابك يا مفرق ما بين قلبي ما نابك الا عذابك وتجمعوا القلب حاسب وراك محاسب ولا ولا مفيش احسن من روقان يا النعيم يا النعيم يا النعيم الجسم يزني والحزب للروح ماشي خلصنا يا ابو تريكه اللي انت عايزه عمهم تعالى كده اديني بس الجرعه الشمال يا حمو واللي يحب النبي يعمل زي العبد لله كده هو بس يا جدع يعني ايه يا دي بيت العامل على الطلاق احسن من كده ايه ايه انا بغر عليها عليا من ابيها وامها يا جدع منك لله اللي مش هتقف اللي يحب النبي ارفع عينه فوق بصوتك يا جدع وهترفع ايدك فوق ادينا اعرض عريض عندك يا يا جدعان اللي جاي يجامل الراجل ده اهو يقوم يقف مع ربع دقيقة بس
اللي جاي يقابل الكرسي يفضل قاعد يفضل قاعد. يا رب اللي يحب النبي يرفع ايده لفوق. يا مزيكا.
صياد رمت شبه قلبي عمي يا صياد بك 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 بحر الهوى أنا كنت عايز أجيلك بقالي كام سنة بيقولوا إنك جدع هتعرف بالقوي علمني علمني بس حاسب عليا من الهوى ويا بحر من هوى يا حبيبي نروق المسرح والرؤى يا جماعه بعد اذن حضراتكم نروق المسرح والرؤى الناس اللي قدام الاستاذ محمد عبد السلام بعد اذن حضراتكم نروق المنصه الفنيه يلا يا جماعه نروق المسرح بعد اذن حضراتكم احنا بنقول اهو 5-5 وكل الافراح اللي قال علينا احلى خواجه نروق 5-5 بنعزم امه لا اله الا الله الساعه 5 احلى بصوص وبتصب عليه المعلم جمعه بتصب عليه تحيه جميله احلى خواجه وفرحه 5-5 بتصب على الدنيا كلها يا ريت نروق المسرح بعد اذن كل اخواتنا وحبايبنا اللي على المسرح